النهاردة هنتكلم على ستيب من ستيبس الاكسوكاد. الخطوة دي خطوة الكراون باتومز، هنتكلم عنها بفيديو منفصل لأن فيها كام نقطة صغيرة كده. الكام نقطة دول ناس كتير قوي بالفعل شغالة على الاكسوكاد بس هي مش أخد بالها من التفاصيل دي. ولو في حد لسه بيتعلم، في educational videos كتيرة جدا على اليوتيوب، وفي ناس كتير عاملة كورسز تقدر تتعلم منها وتشوف الناس بتشتغل ازاي. هتلاقي مثلا خطوة زي خطوة الفري فورمينج، دي الخطوة الليرنينج كيرف بتاع الديزاينر وشطارة ايده، بتاخد وقت علشان تطلع شغل حلو. بس الخطوة دي اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، خطوة الكراون باتومز، دي خطوة فيها شوية ارقام. هنعرف اصل الارقام دي ايه وليه مهم البارامترز دي نفهمها وايه المشاكل اللي هتحلها لنا. سؤال مثلا، انا لو عندي الكراون بتاعي تو تايت، الكراون بتاعي تايت جدا مش بينزل، انا كده بتصرف ازاي؟ زي معرفتي بالخطوه دي تساعدني ان انا احل المشكله دي. طيب انا لو الكراون بتاعي دايما دايما بيبقى تو لوز، ازاي خطوه زي دي اقدر اخلي الكراون بتاعي يبقى مش لوز قوي زي ما كل مره بيطلع؟ ايه الارقام اللي ممكن اعمل بيها بلوك للاندر كات؟ طيب انا لو عندي الفينش لاين بتاعي دايما بيبقى فيه كاتش، بروب بتاعي بيبقى في الكلينيك دايما بيبقى فيه كاتش في الحته بتاعه الانترفيز او الانتر بورت ما بين الكراون ما بين التوس ستراكشر، ليه دايما بيبقى فيه كاتش؟ طيب لو انا بعمل فيرتبرب، هل البارامتر اللي هنتكلم عنه في البورتر هيفرق عن لو انا بعمل مثلا هوريزونتال بريبريشن؟ البريت اللي يفضل استخدامها، طبعا الجزء بتاع هل يفضل ان هي تكون البريبريشن، الناس بتعمل مثلا ريفرس بريبريشن راوند بتاع لاين انجل ولا لا اتعمل جزء حاجه شارب؟ فلا، تلاقي المعمل دايما انك لا خليها الجزء ده راوند، اللاين انجل دي تبقى بوت جوينت، ما تبقاش حاجه شارب. طيب خلينا نبتدي على طول. احنا دلوقتي عندنا بريدج اهو، بس أنا هتكلم على الخط بتاع الكراون باتومز. الخطوة دي فيها ثلاث تفاصيل. تفاصيل أولانية أو النقطة الأولانية الجاب، بعد كده البورتل، بعد كده الأندركاتس. بالراحة خالص، إحنا عندنا الجاب، إحنا هنعمل ديسكورد تشينجز، ندخل على الجاب. الجاب دي فيها حاجتين، نعمل زوم كده، شايفين في لونين. اللون الأخضر ده نو سيمنت، نو سيمنت جاب، مفيش هنا سيمنت جاب، بان أكتر في الكات فيو. بص على الكات فيو ده، الحته دي مفيش فيها سمنت سبيس لان السمنت هو الويكست بوينت ومش عايزين يحصل ليكج، ده اللي هو الديفولت بتاعنا في حاله الهوريزونتال بريبريشن. هنا بقى لو طلعنا فوق على الاكزيال وول، لا الاكزيال وول بتاعنا لا في سمنت سبيس، اللي هي اللون في الكات فيو اللي هي اللون الاصفر. طيب احنا عندنا هنا السمنت سبيس في الحته دي مفيش، فزيرو، فلونه اخضر. الجزء ده الاصفر عامله 8 من 100، ده الديفولت. طيب ليه نقدر نضيف اديشنال زون؟ نقدر نضيف اديشنال زون في الحته دي مثلا، فده معناه ان احنا عندنا 8 من 100 فوقها 1 من 100، يبقى توتال 9 من 100 في الجزء ده. لو انا مثلا عندي الجزء ده شارب 9 انجل، طبعا ناس كتير هتقول لي مش احسن حاجه ان انا اخلي الحته دي فيها سمنت لان دي قلنا الويكس بوينت، مش عايزين الكراون يكسر. أقول له صح، لكن الأفضل إن البريبريشن كان يبقى سموث إناف. طبعًا أنا ما بتكلمش على البريبريشن اللي قدامي، البريبريشن اللي قدامي ده سوبر، بس الأفضل إن البريبريشنز لو في حالة فيها شارب لاين أنجل، لأ إن يحصل له رونديشن في الكلينيك، والسكانر أو السكان الشخص اللي بياخد سكان يقدر ياخد باله من حتة الأندر كات دي، أو سوري حتة الفينش والبولش بتاعة التوث المتحضرة، بحيث إن ما يحتاجش بعد كده أقعد أعدل على الأخطاء. لان الخطا بيبدا صغير قوي نقعد نعدل عليه لحد ما يكبر وفي الاخر بتبقى مش البيست ريزلت. فناخد بالنا من الاول خالص. خلاص احنا هنا اتكلمنا على ان في نو سمنت سبيس وفي جزء اصفر اللي هو سمنت سبيس، وكمان نقدر نضيف اديشنال زون. سيلكت زونز باي ديستنس فروم مارجن وفروم توب، يعني ايه؟ بيقول لك مثلا الجزء بتاع نزودها بس عشان نشوف الجزء بتاع النو سمنت سبيس، تقدر توصله لفوق قوي ان كل الحته دي ما يبقاش فيها سمنت. طبعا نقدر نعملها بطريقه ثانيه، انا هرجعها بس للديفولت اللي هو واحد. نقدر نعملها ازاي؟ هاجي عند النو سمنت سبيس والفرشه وازودها انا بنفسي لحد الايه المكان اللي انا عايزه.
الحته دي فري فورمينج يعني براحتي خالص، اقدر بطريقه البروشينج او البينتينج دي ان انا اعمل في كل سيرفيس الحته الحاجه اللي انا عايزها. يعني الباكل سيرفيس انا شايفه تمام فمش هعمل فيه الموديفيكيشن دي. عندي اللينجوال سيرفيس الحته دي لقيتها شارب، اقدر ازود او بينت ارسم فيها في بالفرشه الجزء اللي انا عايز ازود فيه السمنت سبيس. الحته دي انا شايف ان انا مش محتاج فيها سمنت سبيس، فاقدر ارفع الحته دي لفوق خالص ان انا اخليها نو سمنت سبيس، لان اجزاء التحضير من السنه او اسطح السنه كلها مش زي بعضها. فبالتالي في كاستمايزيشن للفيتنج سيرفيس بتاعي او الكراون باتومز بتاعي على حسب انا عايز اعمل ايه. ليه سميناها كراون باتومز؟ كراون باتومز دي الاكسوكاد لما بيجي بيبني الكراون بتاعي بيبنيه من انر سيرفيس من جوه لحد الاوتر سيرفيس لحد ما ياخد الاناتومي بتاعي بتاع الكراون او الاناتومي او المورفولوجي بتاعي. الخطوة اللي قبل دي كان بيرسم فيها الفينش لاين، بعد كده الكراون باتومز يبدأ يرسم الجزء الاكزيال وول هو بتاع التوث، نبدأ نرسم الترانزيشن النقلة ما بين الانترفيس ما بين الفيتنج سيرفيس بتاع الكراون والاوتر سيرفيس بتاعه. يعني الحتة دي كلها كل البارامترز دي انا بتكلم بس في الحتة دي ترانزيشن لاين ده اللي انا بنقل فيه من الفيتنج سيرفيس للاوتر سيرفيس بتاع الكراون اللي هيترسم بعد كده. خلاص احنا كده اتكلمنا على الجاب. عندنا حاجة كمان اسمها الاديشنال سبيسنج اكزيال وراديال. يعني ايه؟ لو انا الاثنين لوك مع بعض يعني هيتحركوا مع بعض، تلاقيني بحرك الاكزيال كده اللوك مع بعض كده، بحرك الاكزيال بتحرك مع الراديال، شايفين كل السمنت سبيس زادت all over the crown surface. الناس اللي بتبقى بتطلع الكراون او ميلينج ماشينز اللي بتطلع الكراونز تو تايت، نقدر من خلال البارامتر ده نتحكم فيها ونخلي الكرونات اللي بتاعتنا اللي بتطلع مش بتبقى تو تايت. لو عايز افصل الاثنين عن بعض يعني كل واحده فيهم تتحرك سيبريت، اقدر اعمل ده لوحده. انا هرجعها للديفولت، خليني احرك الاكسيال. ايه اللي هيحصل؟ بصوا كده الاوكلوزر زود لي قوي الاوكلوزال سيرفيس بتاعي، زود لي سمنت سبيس فيه. هرجع هنا ازود الراديال قطر غير ما يدور، هتلاقوا عندي الجزء ده هو السمنت سبيس بتاعه زائد، فانا لا هرجعه للديفولت. نروح للبوردر. ايه البوردرز؟ خليها بالبوزت. شايفين اللقطه اللي انا رجعت فيها دي؟ انا لو رجعت كده خليتها بالماينس، ده معناه ان هو حتى السيرفيس هيبدا يضيق. لو الفيتنج سيرفيس بتاعي او الكراون بتاعي بيطلع تو لوز، اقدر كمان اخليها بالماينس. ده بيعالج لي الايرورز بتاعه الميلينج ماشين بتاعتي، ودي مش عيب خالص، بالعكس ده دي ميزه كويسه. هنا الاكسوكاد بيقدم للتكنيشنز التولز اللي تقدر تخليه يتحكم ويمانج الايرورز بتاعه الميلينج ماشين كمان. شايفين دي بالماينس هنا، فانا يعني هخليها زيرو مثلا. في بارامتر تانية كانت سيف ده قبل كده. طيب نرجع بقى للبوردرز. انا عندي هنا البوردرز مقسمها خمسة بارامتر. الجزء الرسمة اللي تحت دي احنا لو كبرناها هنلاقي ان هي الجزء ده، الجزء الصغير اللي تحت ده، شايفين الحتة دي؟ ده التوث وده الفينش لاين، جزء الفينش لاين اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء ده، وده ده جزء الكراون. احنا بقى هنرسم او هنخلي بالنا بشويه ارقام، نرسم الترانزيشن ما بين الفيتنج سيرفيس ما بين الجزء ده بتاع الفينش لاين والبوردر لحد اما ابدا ارسم البوردر بتاع الكراون بتاعي. رقم واحد هوريزونتال، انا عايز الجزء ده يبقى قد ايه؟ الديفولت 1/10، في ناس بتخليها 2/10، مفيش مشكله، ولكن لازم نبقى فاهمين الرقم ده بيريبريزنت ايه. الرقم ده ان البير اللي هيخرط الحته دي، البير اللي هيخرط الحته دي الدايمتر بتاعه، وات ايفر البير بقى كربايد دايموند اي حاجه، ولكن البير دايمتر بتاعي بيختلف. الميلينج ماشين بتاعتي البيرات بتاعتها بتتقسم في 3/10، 5/10، 6/10 لحد 1/2 على حسب الدايمتر بتاعي. انا بشوف البيرز المتوفره عندي، يعني انا برجع في الحته دي للميلينج ماشين بتاعتي مانيفاكتشرنج بتاعي، بشوف البيرز اللي عندي اللي انا هستخدمها في الخرط بتاع الفيتنج سيرفيس او خرط الكراون بتاعي في الجزء ده هيكون الديامتر بتاعه قد ايه. لو ان البيرز اللي عندي مش متوفر مقاسات صغيره، فبالتالي لازم اغير الرقم ده بما يتوافق مع البيرز الموجوده عندي.
لو انا البيريد بتاعتي ضل، لا لازم اخلي بالي من الحته بتاعت المارجن دي، استخدم لها البير يكون يا ريت ما يكونش قديم او ضل شويه شويه. فهو هنا 1/10، الانجلد اللي هي رقم 2 الجزء اللي طالع ده ارتفاعه 3/10. طيب ما تيجي نلعب كده في الارقام عشان تبقى واضحه اكتر. دي الهوريزونتال 1/10، لو زودناها يبقى شكلها عامل ازاي؟ طلعت قوي البر. بيتحكم فيها كمان حاجتين كلينيكال، لو انا عندي سبيسنج كبير جدا ما بين السنه اللي انا محضرها، طبعا هي مش هنا بس ممكن نبص لها من الناحيه دي، السنه اللي انا محضرها واللي جنبها السبيس ده كبير، وانا محتاج الكراون يقفل الحته دي، فانا عايز ازود التكنس بتاع الكراون في الحته دي بحيث ان هو يقفل السبيس ده، لو الحته دي نار لا هصغرها شويه. طيب شفنا منظرها، خلينا نوديها للماكسيمم which is not realistic، بس علشان يظهر فيها الافكت رقم واحد الحته دي اللي هي الجزء ده. خلينا نوصلها ل1/10. الانجل الجزء اللي طالع لفوق، الزاويه اللي هي دي طالعه لفوق 3/10، لو زودناها شايفين منظرها طالع ازاي؟ طبعا دي مش رياليستيك قوي بس خلينا نشوفها في الماكسيمم عشان نبقى شايفين شكلها عامل ازاي. يبقى شفنا الهوريزونتال والانجل، الانجل نفسها الزاويه اللي هي 60 درجه، الزاويه دي اكسبتد او ده الديفولت او ده اللي مش بنغيره. هيقول لي مهما حد يسالني مهما اختلفت الماتيريال، اه احنا قلنا الارقام دي تز ريليتد اكتر للميلينج ماشين بتاعتي وليس للريستريشنز او الماتيريالز بتاعتي. الفيرتيكال اللي هو الجزء الرقم 4 اللي طالع لفوق ده غالبا زيرو، مش محتاج ازوده في حاجه. بلو مارجن لو انا عايز المارجن بتاعتي او الريستريشن بتاعتي تنزل بلو مارجن الفينش لاين اللي انا محدده. دي بتحصل ازاي او ليه؟ دي لو انا بعالج بيها ديفكتس محطوطه او كانت قدامي في البريبريشن بتاعي او حتى في خطوه ليتر اون مثلا في ابارتمنت او حاجه في اوفر امبلانت يعني، بس مش ده الديفولت. الديفولت بتاعي ان تبقى الارقام بالشكل ده. هوريزونتال قلنا ايه الفاكتورز اللي بتتحكم فيها، الانجل شفنا شكلها لما بيزيد بيبقى عامل ازاي وعرفنا الديفولت 3/10، الانجل 60 سيبناها زي ما هي، والفيرتيكال والبلو مارجن اللي هو ارتفاع الفوق وتحت الفينش لاين بتاعي. طيب انا خلاص كده النقطه دي ساتسفايد جدا وعرفت ازاي بالارقام دي هعدي شويه مشاكل ممكن تقابلني. الاندر كاتس most of the preparations بيبقى فيها اندر كات الا من رحم ربي، والناس بتبقى وركينج اون ان هي تطلع الاندر كات اقل حاجه. السكانرز الحديثه قدرت دلوقتي ان هي تسهل على الاوبريتور ان هو يطلع الاندر كات اولموست زيرو، وده بيحصل. في شويه فاليديشن تولز بتبقى ريليتد للسكانر زي مثلا الكير ستريم فور اكزامبل، الاندر كات نقدر نعمل لها ديتكشن ونقدر نصلحها ويقدر يقول لك هي فين من وانت بتحاضر، تقدر تعدل ده وترجع تريسكان الجزء ده تاني، وبالتالي بتسهل الخطوات بعد كده. لان لو في اندر كات، لو انا عندي الاندر كات دي نير الفينش لاين البروب بتاعي هيدخل فيها لانه هيبلوك الاندر كات، فبالتالي هتبقى اوبن مارجن، فتيجي تعمل كاتش بالبروب يحصل كاتشنج فيها، وده مش احسن حاجه وده مش كويس. فبالتالي نقدر نتفادى المشكله دي من بدري شويه من واحنا بناخد سكان. هيقول لي مفيش سكان، نظبط ايدينا في البريبريشن قدر الامكان، ولكن نقدر برضو في مرحله الديزايننج ان احنا نتحكم فيها من خلال بلوكينج الاندر كات عشان السيتنج بتاع الكراون. طيب في ناس بقى السايز بتاعها ممكن 1/10 ده الديفولت بتاعي، لو انا عايز لا اخليها زيرو مبقاش في اندر كات خالص اخليها زيرو واعمل لها ابلاي. كلمه ميلينج انتسيبيت ميلينج، احنا قلنا البارامترز دي ريليتد اكتر للميلينج ماشين نوت ريليتد للماتيريالز بتاعتي او البريبريشن بتاعي. انتسيبيت ميلينج يعني ايه؟ بالراحه خالص، مش احنا لسه قايلين ان احنا عندنا الميلينج ماشين في بيرز ليها دايامترز ليها قطر، القطر ده هو اللي على اساسه انا بخط الجزء ده. طيب انا بقى عندي دايامتر 1/2، ده معناه ان المارجن بتاعتي هتتخرط ببير الدايامتر بتاعه 1/2. طيب انا لو عندي البير بتاعي 6/10 اخد ببير 6/10، بس الناس اللي استخدموا الفاليو دي او البارامتر ده دايما بيخلوها على الديفولت 1، دايما بيخلوها 1، فهو هيبدا بقى ايه كراون باتمز يعمل لها ويبدا يظبطها على الفاليوز اللي انا دخلتها. في حد هيقرا كلمه تحت كده اللي هي اللي هختم بيها اسمها الكولونوز او الفلات تول. دي لو انا يعني دي حته ادفانسد بس خليني اقولها بسرعه. لو انا عندي مثلا لو انا بعمل فلات سيرفيس في الامبلانت بتاعي عنده فلات سيرفيس والابارتمنت فلات سيرفيس زي مثلا المالتي يونت ابارتمنت المارجن بتاعتها فلات،
او عندي مالتي يونت ابارتمنت هعمل كاستمايزيشن ابارتمنت عندها، والمالتي يونت ابارتمنت المارجن بتاعتها فلات. فالميتال تو ميتال كونتاكت دي مش ريليت للديفولت بتاع التيث مارجن، لكن دي ريليتد اكتر للميتال تو ميتال كونتاكت، مش مش البريبريشنز بتاعتي. كده احنا بصينا على ايه النهارده؟ تيك هوم مسج، انا لو عندي اندر كت اقدر اقفلها، اقدر اقفلها. لو انا عندي حته فيها شارب لاين انجل اقدر اتعامل معاها، طب لو انا عندي كراون تو تايت اقدر اتعامل معاها، اقدر اتعامل معاها من خلال البارامترز اللي قدامي، جاب بوردر اندر كتس. اتمنى ان التولز اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده او البارامترز اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده كانت مفيده. احنا ما سيبناش حاجه غير لما قلناها. اتمنى ان الناس تاكسبت ان هي دايما بتتعلم ودايما بتطور من نفسها. العلم مش حكر على حد خالص، العلم صفه مكتسبه. يعني ايه؟ يعني نقدر day by day نتعلم حاجه جديده ونطبقها. الحمد لله ان العلم صفه مكتسبه، وان احنا كل يوم بنتعلم وبنطور، وبعد فتره من الوقت بنراجع العلم اللي كان عندنا قبل كده ونشوف قد ايه ان احنا بقى احنا في ابجريد حصل في السكيلز بتاعتنا. وده حاجه موتيفيشنال لاي حد لسه بيبدا. في educational فيديوز كتير جدا، ناس كتير جدا بتشير النولج في حته الديجيتال دينستري. فيعني go on join the crew. اي حد عنده استفسار عن حاجه انا اعرفها او حتى ما اعرفهاش يا ريت يسالني فيه عليها، وانا ان شاء الله هسيرش عنها وادور عنها ونجاوب مع بعض عليها. شكرا ليكم، واتمنى ان الفيديو النهارده كان مفيد، وان شاء الله لو في اي كومنتس او اي طلبات حابين نتكلم عنها ما تبخلوش عليا بالكومنتس دي. And thank you.